شوف، الدين في الواقع ليس فقط عبادات وتكليف، يعني صلاة وصيام وحج وقضايا وأشياء وحلال وحرام وكثرة القراءة في الكتب وتاريخ وأحاديث وروايات وفلان 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 وحوارات ونقاشات في التاريخ والقضايا، كل هذه والتفاصيل في الصلاة والوضوء والدخول إلى الحمام وكثير آلاف من الأمور والتفاصيل الموجودة بين أيدينا في الكتب وبين العلماء والتي يعني يختلفون عليها. دعك من هذه كلها، لا ربما أنه هناك لا شك أهمية لهذه الأمور العبادية بطبيعة الحال، عبادة الله من حيث أنك تشكر الله سبحانه وتعالى أنه أخرجك من الظلمات إلى النور، أخرجك من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا حتى تتنعم فيها وحتى تسعد بشهواتها وملذاتها، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله أكرمك بخروجك من الظلمات إلى النور، فأنت تصلي تشكره، تصوم تشكره، تذهب إلى الحج تشكره، تتصدق على الفقراء والمساكين وتزكي أموالك وتسعى في أمور وحوائج المؤمنين وإخوانك وأهلك وتكون بار بأهلك مثلا وتدعو إلى السلام والمحبة وإلى الأخلاق هذا شيء مهم، شيء رائع. لكن هناك حلقة طائعة عند كثير من المسلمين أنهم لا ينتبهون إلى أن لب الدين هو الروحانيات، وعلى رأس هذه الروحانيات هو التفكر بالله سبحانه وتعالى حتى بذات الله. بعض العلماء يقولون حرام أن تفكر بذات الله، لا مش حرام، لماذا؟ أنت تستطيع أن تتخيل الله، تستطيع أن تتصور الله بأي تصور تشاء، لطالما أنك أنت تعيش في عالم الغيب. هذا التصور وهذا التفكر هو يعني روح الغيب، التفكر بالنجوم، التفكر بالكواكب، بالسماء، بهذا الكون الواسع، بهذا الخلق، بهذه الأمور، في نفسك، في جسدك، في قلبك، في شرايينك، في عقلك، كيف أن الله خلق هذا العقل، كيف خلق هذا العقل. التفكر دائما هو الذي يدعوك ويدفعك لأن تكون قريبا من الروحانيات، من بالله سبحانه وتعالى، يعني قريب من الغيب. هذه الغيبيات شيء مهم جدا، هي هذه أصل الدين، أصل الدين الفكر، العقل، التفكر، الاطلاع على ما هو يعني شيء في عالم الغيب. ولو أنه صعب، يعني لأنه عالم الغيب عالم خطير، عالم لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى وبعض الأنبياء، يعني أنبياء أولي العزم، شيء بسيط من الغيب يعرفه الأنبياء، لكن العلم كله عند الله سبحانه وتعالى. علم الغيب، أنه مثلا أين الله وأين يسكن الله وماذا خلف الله وماذا بعد الله وماذا بعد الكون وأين ينتهي الكون وماذا هناك بعد الموت، قضايا كل هذه قضايا فلسفية، قضايا علمية يدعو إليها القرآن. القرآن يقول أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يدهنون. أنت لا تنتظر حتى تموت، عندك وقت أن تفكر، تتقرب بروحانيتك إلى عالم الغيب. ولهذا شو يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب، الإيمان بأن هناك صانع خالق، ابحث عن ربك، ابحث عن هذا الصانع حتى ولو كان إيمانك ضعيف. دائما التفكر، أو مثلا حينما يقول الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الدين هو روحانيات، الدين هو شيء شفاف، الدين نور، نور يدخل إلى قلبك وإلى أحساسك. الدين مش بس والله صلاة وشوية حرام وأنك أنت يعني تقرأ كم رواية وكم حديث عن التاريخ وعن بخاري ومسلم وبحار الأنوار وعائشة وعمر وأبو بكر ومعاوية، لا، لكن لا بأس بعرض التاريخ، لا بأس بالحوار، لا بأس بالنقاش بكل أدب وبكل احترام، لكن ألا تجعل إسلامك كله يتمحور حول التاريخ والرواية والحديث. لا تجعل إسلامك كله فقط في العبادات، أنك والله تروح على الجامعة تصلي خلاص هذا هو الدين. لا، الدين عقل، الدين علم، الدين تفكر،
عليك أن تقرأ وتطلع وتطلع في كثير من الأمور الفلسفية والعلمية، وحتى في العلم تقرأ عن العلم، عن العلم هذا، العلم والتكنولوجيا اليوم الذي هو يعني جزء من علم الدين الذي يدعو إليه القرآن ويدعو إليه رسول الله. يقول اطلبوا العلم ولو بالصين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا الدين هو العلم، الدين هو النور، الدين أن تفتح قلبك إلى السماء، إلى هذا الكون، الدين أن تتفكر بوجود الله، أن تسبح في الفضاء، تسبح في هذا الخلق الرائع، أن يعني تكون نظرتك إلى الدين شاملة عامة مطلقة، أن لا تحصر الدين فقط في الصلاة والله ومع الشيخ وبس بالجامع، وأن تستمع إلى الشيخ وبعض الروايات والأحاديث التاريخية والقصص، بيصير الشيخ يعني مثل الحكواتي وكذا تتسلوا بالدين يعني. لا لا، الدين أكبر من ذلك. أول الدين معرفة الدين، أنا دائما أقول هذه القاعدة، أول الدين معرفة الدين، وأول معرفة الدين معرفة الله، وأول معرفة الله معرفة كتاب الله. القرآن الكريم رائع، فيه كثير كثير من المفاجآت. أنا عندي فيه، عندي في كتبي أذكر يعني الحياة العلمية في الآيات القرآنية، عندي كتب يعني رائعة تتكلم عن العلم في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.